يا استاذ يا حبيبنا، في عندي كتير مرضى برا ناطرين غيرك، خبرني شو مشكلتك؟ شو حاسس؟ شو عم يوجعك؟ دكتور أنا جيت لعندك تقول لك إنه مرتي عم بتخوني إلى فترة طويلة، طويلة كتير. لك إذا عم بتخونك أنا شو دخلني؟ شو شايفني حكيم نفساني؟ ولك أنا حكيم صحة عامة. لك ما بعرف إنك حكيم صحة عامة، مشان هيك أنا جاي لعندك، جاي لعندك تقول لك إنه مرتي إلى فترة، إلى فترة كتير طويلة عم بتخونني، لليوم بعد ما طلعوا قروني. لك في شيء؟ ما في. أقول لك عندي نقص بالكالسيوم. منه مفيد ومنه بلا طعمة، يعني بيقولوا لك ما بيضحك لرغيف السخن. شو خص رغيف السخن بالضحك؟ او مثلا ضاع الشنكاش، انتو بتعرفوا انه لهلأ ما حدا قدر يعرف شو هو الشنكاش؟ كيف بدنا نلاقي شي ضاع ومش عارفين شو هو اصلا؟ او مثلا شو في ما في، انه في كلمة فيها تناقض قد هالكلمة، او كلمة دق الكوز بالجرة، ما عليه زيحوا هالكوز من حد هالجرة وخلصونا بقى. أو كذا مذا، أنا شخصياً بعرف شو هو الكذا، بس بشرفكن شو هو المذا؟ مذا الخير، عفواً مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بكوميكاز. نستقبل سوا بزقف كتير كبير الكوميكازيين فادي شربل، أنطوانيت عقيقي، وريمو صليبا. شوف مين مع مين ومين ضد مين الليلة؟ هاو ضدي، هاو جماعة ضدي. نحن مش ضدك، نحن مش معك. وصل لبوز وهي معي، هي معي. بس نتعادل يا ويل. ميالك روح. الليلة أنا وأنطوانيت واستوقعنا على شريك. مثل النار؟ لا، بصراحة بطيء، بس مفعوله كتير كبير. مين؟ مين يا ريمو؟ مين؟ عم نحكي عن الممثل يلي ولع الدنيا بدار عدنان، الكوميكاز المهضوم سعد حمدان. سعد ما كنا هونيك احسن، لشو تكون طويله. وعلى فكره من امبارح بلش يمشي من البيت طاووس عدنان. عم قيسهم طلعوا 42 43 متر طويلة طويلة طويلة. شو بدنا نعمل؟ والله طويلة. شو بعمل؟ بتعرف شو المشكلة هلا؟ انك بدك تروح لهونيك بدك شي نص نهار. انت مش معي؟ انت معه. مع ريمون. مع ريمون قطنت. ايه يلا تكت شي من هلا، شي من هلا، شي من هلا. بدي وقت، بدي وقت. يا اهلين يا اهلين. اسمعنا 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 وعطي الساعة لحينك. تلحقوني. بالاخر بالاخر صعب. بالاخر ايه بالاخر. طيب والله انا معي اليوم معي ممثله بتضلها مولعه الدنيا. ببطئه؟ لا بسحبتها. يا ويلي شو طيبه. خلينا نستعمل سوا بزقفه كبيره. ممثلة كوميكاسية ولي بالحلو. يا دولي أهلا دولي أهلا دولي أهلا دولي أهلا أهلا. وفي معنا اليوم كمان في معنا الكوميكاس حبيب قلبنا توني كيموس. أهلا أهلا دولي أهلا. على السريع هونيك بده نص ساعة، هون ثلاث دقايق كانوا حاطين الجميع. بس المفعول هون كبير على ما أظن، على ما أظن. إذا هيك مبلشين خسرنا على كيد. يلا تفضل يا جماعة. يلا
قبل ما نبدا فادي بدك تخبرنا شو اسم فريقكم؟ نحن فريقنا اسمه نجوم الليل، لانه مثل ما شايفي نحن اهم النجوم على الشاشه باذنه تعالى. وريمو انت شو سميتوا فريقكم؟ متواضعين. التواضع قتلنا نحن. هلكوا التواضع. نحن هلكنا التواضع. مش بس التواضع رح يقتلكم، نحن كمان رح نقتلكم. في وقت. نحن بما اني هن نجوم الليل، نحن رح نسمي حالنا نجوم الظهر. رح نفرجيهم نجوم الظهر. راسك لابوسي. راسك لابوسي. مثل العادة بدي أطلب من كل واحد منكم يختار على السريع شخص لفريقه المساند من هالست صور يلي رح نشوفهم على الشاشة. ورح أبدأ مع عدنان أو سعد. يعني أنا الشباب والصبايا. لا على السريع على السريع. أنا رايح زيح السيارة وليش يا مانة يا خي شيل بأصبعه. ها؟ موضوع أصبعك يا بطل. ميشيل. ميشيلا. إجبت عليها. أنا جيلبير. أطوانات. ماريا. توني. أنا شارل. ريمو. تاتيانا. فادي. شو بقى لك؟ إلي. لك 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 إلي مش هدول اللي قتلوه تبع إسبيرادو هول. شو شو هدول؟ بدي أطلب من الفريقين المساندين يتفضلوا على المسرح. مثل ما بتعرفوا بمجرد قبولكم بالبرنامج منحط برصيدكم مبلغ 3000 دولار، يعني 1000 دولار لكل واحد. وانتم شطارتكم تحافظوا على اكبر مبلغ لتربحوه بالاخر. بس بالاول رح نفاجئكم ونخبركم انه كل الموجودين معنا معزومين على سفره على اليو اس اي على حساب برنامج كوميكاز. شو منخلي اوبرا احسن منا؟ بريك سريع لنقطع التيكت وبنرجع. يا مش حلال انا شو هالمطار الكبير هيدا يا عمي؟ شو هالمطار الامريكاني الكبير هيدا يا عمي؟ شو هالمطار الكبير يا عمي هيدا؟ شو هالمطار؟ يا عمي كيف بدي اوصل على بوابة ال 69 انا؟ كيف بدي اوصل يا عمي؟ يا هيك احكي مع هيدا البوليس، مرحبا يا استاذ بوابة ال 69 هيدا كيف بدي يفهم علي بالعربي؟ نحكي انجليزي هيدا يا عمي. ورا زس بزس 69 ورا زس تزص تزص شو تزص هيدا يا مشحرة؟ انا بعرف وين هيدي 69؟ وين يا عمي؟ وين هلا هيدا يا عمي؟ شو هالمطار هيدا؟ شو هالمطار الامريكاني الكبير هيدا يا عمي؟ ما بنعرف وين بنروح وبنعرف وين بنجي، روح شوفوا مطار بيروت ما شاء الله. ننزل هناك لا حدا بيسالنا وين جايين ولا حدا بيقول لنا لوين رايحين. كانه قاعدين ببيتنا بالضاحيه. وهي عم بتغط الطياره بتطلع هيك بشوف بيتنا وبشوف الحميم والمطبخ وكل شيء الحمد لله. الحمد لله. الان اربع ساعات يسالوني لو عملنا ايه؟ هير 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 وين هير هير يهري هون هري. شو هيدا يعني؟ هيدا هون 69؟ هيدا باب 69 هون؟ ويلكم. هلا انت هون البوليس؟ يس. انت بوليس هون بامريكا هاي؟ يا مشحرين انا لو في منكم انا بلبنان بوليس هيك ما كانش حدا بيقطع الاشاره الحمراء. ابدا. ولك حتى على الاشاره الخضراء بضل واقف. شو اللي بيوقع؟ السير بضل واقف، السير هيك بضل واقف. اوكي مدام بليز بدي فاتيش. شو بدك فاتشينا يا مشعل؟ يعني انت بدك فاتشينا؟ انا ما بشلح الا لابو علي، من هلا عامل لك هون. اذا بتردوا. بتشلحي؟ ما بشلح الا لابو علي، لو اجى اوباما بزيته بدي يشلحني ما بشلح له لابو علي، انا بس لابو علي بشلح. ها اذا بتردوا. اوباما؟ اوباما شو لك؟ ليك عندي 40 ولد بدك انت تشلحيني وتنبشيني. اوه ماي جاد 40 ولد من وين جبتيهم؟ بتعرفيش منين بنجيبهم للوليد يا مشعل؟ نحن سابقيكم بكتير بلبنان لكن روح شوفي يا عمي عندنا بلبنان ما شاء الله عندنا بمركبتها بيوقفوا الشبيب تحت الزيتونه هيك بتمرق الوحده بس توصل حدهم يطلعوا فيها هيك بتحبل. شو لكن؟ تعال تعال لك تعال. تعال
أنا كنت مثلك هبلة وقت أنت أول ما تجوزت، كنت مثلك هبلة ما أعرف شيء من شيء. أخذني أبو علي وحطني بهالأوضة وقت تجوزنا وسكر علي البيبها. إيه؟ قعدني بالزاوية هيك وكنت خايفة أني هبلة ما بعرف شيء. قال لي أم علي عنده سن هيك بهز ما بيوقع ما بعرف ليش. سن واحد معلق هيك طبعا. قلت له نعم نعم يا أبو علي، كنت بهلة نعم يا أبو علي. قال لي تعسه تعسه مثل الخروف، تعال هون تعال. جيت لعنده شفه قال لي برمه برمه؟ ايه انا فكرت هو عم يشلح القميص وقع منه شي زر مشحار. قلت له وين بدي ابرم؟ قال لي برمي هون. قلت له هيك منيح؟ قال لي لا هالمايل. قلت له هيك منيح؟ قال لي بعد لتفه. قلت له هيك منيح؟ قال لي بعد هالقد بس هالقد. قلت له هيك منيح؟ وشبعني. هاي هاي قبل خمس امتار هاي وين كانت؟ أنا وعم غسل برمة، أنا وعم بعجن برمة، أنا وعم بجل صحون برمة، أنا وعم أطي فلوز برمة. أطي فلوز؟ بلحقني لفوق ما شاء الله صحته منيحة لفوق بتمشني هيك وبدبني بوف خمس امتار. البيت أكلتنا الغبرة بالبيت، ما كنت استرجي مسح البيت. ليه ما مزحتي؟ لأني بدي طب طب طبطك العافية يعني، أنا فيني طب. أنا كنت روح عند الجيران وقف من الشبيك من هناك حط القصبة ومسح البيت هيك من هناك. شو عم تحكي يا عمي؟ مرة قلبت مني 1000 ليرة بالبيت، 6 أشهر للميتها. أوه ماي جاد. أبو علي صحة مثل الحديقة. لا بتشوفي مرة بالليل وعلي هيك أبو علي قال لي أم علي برمة. أنت بتعرفي ببرمة؟ لا قلت له شو برمي؟ قال لي لا بدي كشك. كشك؟ لا غير شيء كشك، غير شيء كشك اكل هذه كشك. قلت له شو؟ قال بده كشني كشته العافيه بالليل. قلت له كش خلصنا. حط شفتورته هون شفته بلا مثل الهوفر هيك بلش يمص مص بركش بالبيت ما خليلي ما شاء الله. وسنه يهزك ما كان يوقع ما بعرف شو هذا. ايه بعدين شو عمل؟ قد ما حظي اني مضروب انقطعت في الكهرباء. ناي بعيت الصبح دانتي عم توجعني. ايه ماني مهضومي بس رح فتش. ايه فتش على شوف. ها؟ شو قلت؟ ما لانه هاي ايه مالي؟ ايه ايه طيب خليني اشوف شو في بالشارع. فتش يا عمي انا فرقاني معي فتشه. يلو هدول مشان شده زبده الوليد الوليد يس yes. قال لي بلبسهم اصفر. بتعرفي لانه كلهم بالمقاومه. تحيا المقاومه تحيا المقاومه تحيا المقاومه. لا اربعين ولد باع المقاومه كله. كيف لك؟ في لهدر. ايه هو هون يا مشحر. انا وقت تجوزت لابو علي جبنا اول 3-4 وليد. ايه فاتوا بالحركه هم شحارين بعدهم بالحركه بيلبسوا اخضر. بس مع الوقت اذا غسلناهم مع الصفر يمكن يحلوا يصوروا مع بعض ان شاء الله قريبا ان شاء الله. مالي في اورنج؟ هذا هذا البردان هذا. بتتذكري وقت بده هيدي ورقه التفاهم؟ yes. ابو علي انبسط وينط هيك بالبيت. انت شايف مثل السعديني ينط هيك بالبيت ابو علي هيك مبسوط. قدي قد ما انبسطت حطيت قشر بعين الرمانه وقشر بالشييح طلع في هيك ابو علي 100 سامع 150؟ يس لا فعني 155. حبيت هيك حبيت هيك 10 امتار 6 وليد بفرض بطن جبت له كلهم ملبسهم بردانه مشان ولا بلو ولا ازرق. ها هيدا الازرق اكثر شيء اني بستعمله. هيدا يا مشحرات انا وات انا بدي لبس ولادي زرق. وات مالي بليز انا بدي لبس ولادي زرق. نط فوق مي نط فوق مي هيدي نط فوق مي حطيناها مش الي نط فوق مي. يا عيني انا ولادي لما تكون الدنيا صافيه ما بخلوني يلعبوا برا. واي بدي يكون الدنيا سودا مسودا بيطلعوا لبرا بيلعبوا. لا بس تكون زرقاء ممنوع يطلعوا من البيت. أنا بدي لبس الأزرق. أنا ما زال أنا منعتهم يفرشوا أسنانهم ليضلوا صفر بدي أني لبس الأزرق. كيف لك؟ إما علي آيباد. إيه هذا تلفزيون تلفزيون آيباد. هذا أني بتعرفي شو بعمل فيه هذا؟ نو شو؟ هذا بوتر فيه سعد الحريري على تويتر. هاو سعد الحريري بيكتب جملة أنا بكتب له 6 جمال. بحط إنه كسر إجره بكسر رقبتي بحطها. إيه بوتر توتر بوتر بوتر توتر. أم علي أنت بتلعبي بالإنترنت؟ لا أبو علي بيلعب فيه. أم علي للإنترنت للإنترنت أبو علي بيلعب فيه. تعال عليك أنت بتعرفي شو مسميني أبو علي على الإنترنت؟ نو شو؟ كوكا
جوجل. جوجل؟ واي جوجل؟ لأنه لقى فيي كل شيء عم يفتش على ليبل أمبر. شوف يا سحبيب. اوكي اوكي مالي خلص. شوف يا سحبيب بشرفك. شوف يا سحبيب. هيدا من مطاحن بيروت هيدا. مطاحن؟ ايه انت تشوف الشنتين عملوا هذا تبع الرز. او ماي جاد. هذا كان بمحل حلو حطيته. او ماي جاد شبير. عملته شنتين لان كان بمحل حلو هذا تبع الرز. شو هيوج. هيوج؟ هيدي كبير. هذا شفت قد ايه كبير؟ لمين هاي؟ هيدا لابو علي. انا صحته كلها. هيدا لابو علي. اجوا لعنا على الضيعه وزعوه هيدا كبوت. ابو علي صحته هذا هو نايم لهنا واعي شو كان عمل يا عمي. او ماي جاد. هو اخذوا اياسو هو نايم اخذوا اياسو اعطوا لك هذا عندكم هون اسمه الكبوت كمبوم كمبوم نو 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 كمبوم بلا كبوت هيدا عندنا اسمه كوت شو اسمه بامريكا هذا؟ كوت قط عندكم هيك بامريكا؟ هلا هيك القط بامريكا؟ يس روحي بلا قط بلا بطيخ يا عمي روحي الامريكا روح شوف كل قطة عندنا بمركبتها ما شاء الله يا عم هذا قطة شوف ايه معلي هاو تو فاك فاك ايه فاك هيدا فاك عم ينادي برا فاك فاك قلت له اني فاك اني تعال شوف معلي فاك فاك مالي انت دفعت حقهم 3 دولار يا عم اي دونت كير مالي انت عاملي هيدا الشيء لك ايه فاك فاك طرقنا بالسعر نو مالي انت ما مفروض تجيبي هيك شيء لك فاك هيدا فاك يا اي نو لك شو انا فاك بتعرفي شو فاك يعني اي عادي بامريكا انا بلكي حدا كتب لي بلكي حدا عمل لي شيء بفك له شيء بس فك المربوط بفك المسحور بفك شيء عمليه عملوا علينا كذا بضلني فكفك نو مالي شو هيدا غير شيء شو هو هذا هيدا هاو تو فك زير هاو تو فك سحابه شو عم تحكي سكس يعني يس هيدا السكس؟ يس مالي بليز هيك السكس بامريكا؟ يس yes. عنا بمركبتها حاطين طنجره هالقد على السطح ليحضروا سكس هيدا هيدا السكس خلاص بقى انت بتعرفش منين بيجوا بدك تاخذي هون اه مالي اوكي بتاخذيهم 7 دولار او ماي جاد خلص مالي هبيهم ايه هاتي لك انا حسيت كيف بدنا نفسر لها بالانجليزي مالي وراك زس برزس هذا هذا لا بنستعمله للطهور لا طول برافو عليك في عنا شيء طويل نحن بنقصه قصه ايه تعالي افسر لك تعالي هاتي بهله بالمره انت لكن اني وقت اخذته لابو علي جبنا اول شيء ولدان ثلاثه راح نطهروا للوليد ب 3000 ليره ماشي الحال اوكي بعدين صرنا نجيب 10 15 ولد 10 300000 ليره انكسرنا الولد ابو علي رحنا جبنا هيدا ب 20000 ليره صرنا نصمد الوليد لما يصيروا 10 15 ولد لقحن على التخت هاي طبعا الصبيين ها مشان شو اسمه ظبط لهم شو اسمه هاي كلهم مع بعضه حط هالمسطره وظبطها بليز نو مالي هلا اجى شي صبي زيح شوي صغيره هيك حطه عند البنيت مادومي ام علي هبلي لا مش هبلي هذا يا عمي هبلي لا هبلي يهبلك هذا هبلي هذا استريك استريك وات استريك ما بتلبسوا استريك بامريكا استريك يا عمي استريك مركبتها بركب يا عمي عندنا كل مركبتها بتلبس ستريك انتوا بتلبسوا ستريك يا عمي يو مين سترينج هذا هو سترينج نو مالي نو سترينج بيكون سمول وان سمول وان ايه سمول وان قبل 40 ولد انت عارفه عارفه اخر ولدان انا كيف خلفتهم قربت اتشو مشحرين انا ايه كيف لكن لك بعدين بس صرت احبل بس صرت بالتسعه بده ياخذني المشحر هذا ابو سن اللي بهز ما بيوقع ها ما بيوقع ابدا قال له لا وقف على البيت اخذ عطوس سامع بالعطوس يس اجي بين ايدين الولد خالص ابني عبيس حمله هذا تبعته هون يوصل مطهر خالص كيف لك اشترك ايه هاتي هاتي لفسر لك هاتي لكن لكن من لحبلي هي من ورا هيدي هي من ورا هي من ورا هيدي بمهار انا شو بعمل فيها؟ بعملها حبله حبله؟ ايه شوفي لك لعلمك كيف هاي
وبنط عليها لحافظ على جسمي. انا على بكره بنط عليها. وشية هو بنط عليها. معلي يبلغي. تو ماتش مالي. خذي استرك خذي. شو بعد في بشنطه؟ هاتي لشوف. لبنان. I miss Lebanon. I know it's kiss Lebanon. Lebanon. Yes. I know kiss Lebanon. لا يا عمي هذا صوبيان. هذا صوبيان. صوبيان. صوبيان إيه هذا هذا صوب هذا من وراء جبنا كل شيء في صوبيان وبنيت هذا. هاو. هذا بجنوب بسموه شيء أليت. شيء أليت. إذا وقع منك شيء بتشق له. انت ما بدك شقلت، انا كنت مثلك وقت قبل ما اخذه لابو علي. فشو بدي اعمل لك؟ اخذته لابو علي 40 ولد افتح لهم هالباب الصبح يركضوا كله، امي بدنا ناكل امي هذا وهيدا شداك وهيدا شداك وهيدا شداك عباكل يا عباكل ولا حاجه تشدوا فيه ولا مغط حاجه تشدوا فيه مغط 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 صار مثل مغطه صرت انا وماشي اتفركش فيه يعني تعال هيدا شو صرت اعمل فيه؟ ابرموا اول لفه ثاني لفه ثالث يزعجني كثير القفوا لورا اخر ولد انا كيف اخر ولد انا كيف ردعته فكرك ها؟ كيف؟ اكمشوا بجراها حتى هو عم يرع هو عم يردع دشاه دغري هو يردع ودشاه دغري شو لك هذا مفتوص فطس هذا وين مفتوص؟ لانه ابو علي الله يوجه له شيء ازيف يريحني منه ما بينام غير عليه مادومي أبو مادومي علي. ابو علي فيش اجمل منه انت مادومي كان شعر بديناه القد ابو علي مالي كنت حطه انا مطرح الانتام بالليل بتعرفي كيف بيتصيد عصافير؟ كيف؟ بيروح بحط لهم دبق وبيوقف هيك بيكمشهم هيك العصافير هيك هيك وسنه بيلق ما بيوقف ما بعرف ليش ما بيوقع حلو كتير كانوا قوصوه مرتين عنا بالضبط وين قوصوه؟ مش بيغاروا منه لا اقولك بيغاروا منه؟ اكيد لا لانه كان في ضبع فلتين بالضيعه فاكرينه ضبع لابو علي زيت النقشة زيت النقشة دكتو دربان وارتاحوا منه انت كثير معدومي انا حبيتك كثير انا حبيتك 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 يخرب بيتك ولهالسبب انا هسألك سؤال قولي. انت جايبي صراحة صراحة انا فوتك لما هيك خلص فتنا عملتها بعد سأل سؤال انت جايبي صراحة رح نصور هات لشوف مالي انت ليش بدك تجي على امريكا بدك لصراحة يس يلعن ابو امريكا وساعتها انا جاي كرمال هيدا انا في بيبي؟ شلدا سندرا خمس ستي أنا بعرف في في شيء عم يتحرك مالي تو ماتش بيبي ما هون يا خيتي إذا تخلفناهم تعطوهم جنسية بتعلموهم تعطوهم مصاري وآخر شيء بتعطوهم تعويض وضمان شيخوخة وبعدين لما بصير حرب عندنا بلبنان بتطلعونا بالبواخر كل الضاعة طلعت بالبواخر هذيك إلا أنا وبعلي ضلينا قاعدين بعد ما ركبتها ونزلوا علينا كل شيء يعني انت جاي لهون مصلحة مصلحة برافو عليكي حبيبتي 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 أنت حبيبتي أوت شو؟ رجعي مادرة ما جيتي عرفتش حاطينها؟ مادرة ما جيتي إذا ما بردك من مطرح ما جيتي الله لا يخليني بلا 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 I don't care مادرة ما جيتي حسين وقتي زيت وقتي هو حسين؟ هيدا ابن حسين هيدا أيوة أيوة هيدا هيدا ابن حسين هيدا الجناح العسكري تبع عيلتنا كلها بمركبتها جناح؟ ايه لك حسين ايه يمي لك يا بيي فقعلي اياها صاروخ خليها ترجع من مطرح ما اجت بابك يمي ليك يمي نعم بعد في حليب ببزك بزك على العمر اي جمي قاعدة بتبيك انت ما بتشبعوش انت بيك ما بتشبعوش تعمركم قطع بتشبعوش هالام علي هيدي ما حدا بيطلع مع راس رح ينشل الديكور بالوقت يلي عم نعد فيه سوا كم مرة تضحك الفريق المساند لنجوم الظهر تيم مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش اثنعش ثلاثعش أربعتعش خمستعش ستعش سبعتعش 18 19 20 20 مرة وبقي برصيد $1000 شو
هيدا أول مرة بكوميكاز 20 مرة بيضحكوا. وهلأ ما رح نشوف مشهد من فريق نجوم الظهر، إنما رح نشوف ستاند أب كمان أول مرة مع أنطوانيت عقيقي. هاي كلهم بيسألوني أي بوزيسيون أحسن. صراحة كلهم منيح، يعني إذا كنت نايمة على بطنك البوزيسيون كتير مريحة، بس على ظهرك بتنشط الدورة الدموية. إذا كنت لوحدك منيحة، بس إذا كنتوا كتار فيكن تعملوا كتير بوزيسيونات وبتنبسطوا كلكم. بالبانيو بتنشط وبتهضم، بالسيارة مش مريحة وكتير خطرة ريمون، كتير خطرة بالسيارة، إلا إذا صفيت على فرد ميل مطرح ما حدا يزعجك. بيقولوا إذا بتركي على الموضوع هالشي بنشط الذاكرة، إذا كنتوا ثلاثة أحسن وأحسن. ما هيك يا ريمون؟ لا والله ثلاثة مش مجربة يعني. لكن صريح معي ثلاثة كثير منيحة، لأنه ثلاثة بتكسروا الروتين وبتتبادلوا الخبرة. على الطاولة منيح، على السجادة منيح، على الجازون، قبل الغداء، بعد الغداء، أي بوزيسيون، وبالتخت أكيد أريح شيء وأحسن شيء، أي بوزيسيون منيحة. صراحة أنا بنصحكم إنه تجربون كلهم، لأنه القراية كتير مفيدة بكل البوزيسيونات. آه يا عم فريد، حسيت عليك. رين بعد معي وقت؟ كل الوقت لإلك يا حبيبتي. لكن رح خبركم كيف أول مرة صرت مدام. شو؟ ضحكوا 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 الشباب. معك وقت. لكن وقتي انا بالاول صراحه كنت كتير متردده وخايفه وعتلانه هم ومستصعبتها، وتوني عم بنق وانا اقول له لا، انا اساسا ضد الفكره، وصاحباتي يقولوا لي يا انطوانيت يا انطوانيت اسمعي منا كتير بترتاحي ولك بتغير لك حياتك، وانا اقول لهم لا. لاخر شيء بعد وقت طويل طبقت وقبلت، رحنا وجبنا خادمة وصار توني مستر وأنا صرت مدام. إنه فكرتنا غير شيء يعني. شو فكرت؟ أنت نيتك بتنقل على الهوا. على فكرة أنا دايما بتصير معي كون عم قول شيء بصيروا يقولوا لي قلتي غير شيء. يا عمي لا، انتوا ما عندتوا غير شيء، على طول بتصير معي. انت عم بتضيع الناس يعني. على طول بتصير معي. مهم، جبنا خادمه، الخادمه طلعت ما بتحكي الا اثيوبي، وانا ضعيف كثير بالاثيوبي من ايام المدرسه، فكيف بدنا نتفاهم؟ شو ما بقلها بتقلي اشي اشي. شو اشي اشي؟ حدا بيعرف شو يعني اشي اشي؟ لا اشي كل شيء يعني، اشي كل شيء. لا مش هيك طلع دخل هيك. هي بتقش كل شيء. مره وقعنا ركوه القهوه، القهوه على الارض، على تيابي، على الكنبيه، انقهرت على الكنبيه جديده، قلت لها دخيلك فوطه شقفه ممسحه، شيلها شيل القهوه. قال اشي اشي، راحت غابت 10 دقائق جايبت لي ركوه قهوه هالقد. لا مادام. مرة راحت لعبت فوتبول هي ومجد، جاي عرقانة مشوبة فطسانة، قلت لها ليكي فوتي غسلي شوي، مي صابون هون 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 هون، قالت لي اشي، قلت لها كمان إذا بدك، بتباوردي. أنطوانيت عقيقي ميرسي. خلينا نشوف كم مرة ضحك الفريق المساند لنجوم الليل. منعد سوا، مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة،
8 8 مرات وبقي برصيدهم 2200 دولار. أنا كنت قلت إنه أنتوانيت أول مرة بتعمل ستاند أب بكوميكاز، بس هلا عندي سؤال لك ريمو. إيه؟ نعم. ريمو المثل بيقول يا رب لا تموتني لا حريق لا غريق ولا تشحشط على الطريق. أنت بعيد الشر 1000 1000 1000 مرة، شو بتختار؟ أنا وبرجع بقول بعيد الشر. إيه أكيد أكيد بعيد الشر عن قلبي. بعد البريك بخبرك. سعد قصدي عدنان شو قال لي ما سمعت؟ مين؟ ريمو. ريمو بعد البريك بخبري. يا رب كومي بريك ورجعين. دنيا لك يحرق رف التمثيل وساعه انه لو سمعت من بيي وعملت بلاط مش كان احسن. يعني معقولة انه كل سنة تيجيني عمل بيصير هيك؟ ولو انا الفنان عفيف بقدونس اشهر من التبولة يا جماعة. انه ما نقعد بلا شغل؟ لا لا لا، مسخرة وقلة حياة. صحيح بشرفي حنموت من الجوع، لكن بدنا نطلع حق ساندويش فلافل. كيف يا عفيف بقدونس؟ انا شو كان بدي بمرتي اسمع منها، مكان طويل وحلو ومهضوم كل الصبايا يتطلعوا فيه يقولوا واو شو طويل علي. انا بهيم عملت عمليه لمنخاري وقصرته. مكان ماشي حالي ومبسوط فيه، طفاية شمع، بلكون، منخار، ها؟ كانوا بالحي يعرفوا انه انا وصلت قبل بنص ساعة، يوصل منخاري بعدين انا اوصل. رحنا قصرناه مش حرام؟ يا دعان قلبي. يا دعان قلبي على المنخير. شو هي؟ هل يؤدي تفاهمهما؟ ايش الرزقة؟ انا شو هالجقل هيدا؟ شو هالجخ هيدا؟ لك شو الصباط الحلو اللي لابسه؟ لك تسلم لي هالقرعة. بست بست لك بست. إذا بعد ما فش الورم وبلش يبسبسوا لي. يا كيف لو فش الورم؟ يا ولك روح يا جقل. يا استاذ يلا شو الحال؟ بست 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 هون يا استاذ. بس بس يسرك ستر شو بست؟ لك شو؟ تسلم لي انت حبيبي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ناطرك من زمان. ايه عرفتني. شو لك كان؟ ما عرفتك بحالي. عرفتني؟ منين بدي اعرفك؟ شو بروكشيلز انت يعني تعرفك؟ انا شو منين بدي اعرفك؟ شو رئيس جمهورية؟ حقه يمكن ما بيحضر تلفزيون. داعيك عفيف بقدونس. اه والله؟ نعم نعم. شو بيقربك الوزير فتوش؟ لا في قرابة؟ مين؟ الوزير فتوش بيقربك؟ في قرابة؟ ها الوزير فتوش هو من المنيو. كيف؟ ايه ايه ليك نعم استاذ. انا بدي اقول لك شغله. اتفضل. عبالك تتسلى؟ شو؟ يعني مش طالع عبالك تنبسط شوي؟ يعني تنبسط تتسلى؟ شو تسليت التاني؟ ساعة لكبرك في مين يسليني بالبيت؟ لك لا يا حبيبي لا يا استاذ، هيدي تسلية غير، هيدي تسلية مضمونة 100%. انت بس ما عليك الا توقف هيك. ايه ايه والطب كيف؟ تحط ايديك هون بعدين يخي. لكفيلك لك يا خي لحظة. بتحط توقف هيك بالطب ترخيها وترك الباقي علي. وحياتك بشرفي لا تنبسط احلى بسطه. واللي بده يبسطك بعزراي بيعزراي بيتك. شو انا خيا وطب وانت بدك تبسطني؟ بلا مخ انت؟ شو ولو طلع لي هيدا لا ولو روح منهم. لك روح ولو ما بتستحق. شو يا حبيبي كيف بدي اسحب؟ هيدا باب رزق. هيدا ايه هيدا باب رزق. هيدا باب رزق وفاتحه على طول. قال لي الريتور يلا.
لا برزق لا 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 اللي فايت فايت واللي ظاهر ظاهر. لا 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 ما تاخذ هيك انت ما تاخذ هيك بس يا استاذ الله يقطع القلي يا استاذ. ايه الله يقطع بشرف يا الله يقطع القلي. ايه الله يقطع القلي. طيب ليك شو قلت ما هي كلها مره بالعمر تنبصي نشيل عيدك مره بالعمر يخرب بيتك شو فكرني حط حلقه بعلي كيكة ولا فكرني بمشي هيك دغري حط ايده. لك يا استاذ انت لا تكون فهمتني غلط. لك يا حبيبي فهمتك صح انا. لك لا يا حبيبي انا بدي اسليك بمنظر واحد عم يغرق عم يغرق. شو خص هدول اذا عم يغرق؟ طبعا عم يغرق. لكن انت وين راح فكرك يعني ان شاء الله بال لا بلا يا ربي دخيلك يا ربي دخلك. معقول؟ ايه معقول. انه انا انا وانت نعم لكن يا يا عليك يا عيب الشوم. يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم. تعرف 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 شو شو تعرف شو شو لك بو عليك بس انا فرجيك شو عليك بعدك بس مش بس هيك مش بس هيك انت واحد بو عليك ولحاجة بزني بعدي طالع من العملية معقم. ليك احكي لي كلمة احكي لي كلمة. نعم تفضل. انت بو عليك يا خي ما تواخذنا ما تواخذنا حقك علي راسك لبوسه خلص حقك علي فكرت غلط انا فكرت انه انت عم طب وما لي الفكرة ما يا خي لا انت جماعة اللبنانية وين بروح تفكيركن ولا بس عن جد عن جد بو عليك ولما قلنا لك ما تغزنا ما عم نقول فوق عليك بس ما عم نكف على نيعك. طيب خلاص ما دام هيك نحن متفاهمين بس خليني اقول لك شغله استاذ انت شايف بحياتك كم مره واحد عم يغرق يعني هيك هو زلمه هو قاعد بالمي صارت بطنه هيك ومنفوخ وعيونه باظين لبرا وعم يغرق مش شايف واحد عم يغرق قديه بتدفع تشوف هيك مشهد؟ معقول واحد يدفع مصاري تشوف واحد عيونه باظين وعم يغرق وعم برعت هيك؟ لك شو باكلك يا استاذ؟ باكلك 5 دولار بس تشوف واحد عم يغرق. قصدك بعد ما غرق؟ بده يغرق؟ لك اكيد بعد ما غرق، ما انت كل شيء حتشوفه لايف يا حبيبي، كأنه انت عم تحضر شو؟ سبلاش لايف، شو عم تحضر؟ سبلاش لايف شو؟ لايف سبلاش يعني انه هذا تكون يعني فكرك يعني انطوانيت حقيقي، والله الي مسعد احسن مني. لا الحكي هيدا ايه؟ انت اكيد مجنون بدك ياني اتفرج على حدا عم بيغرق ويموت وادفع لك كمان مصاري فوق الدكه. استاذ استاذ يا حبيبي يا بتعجل بقرارك شوي قبل ما يكبوا لنا زباله المطعم بالمي لانه بصير شغلتي ساعتها ولا اقرف من هيك. عرفت كيف؟ ايه؟ بعدين ليك شو اذا بتريدها اذا بريد اذا بتريدها بدك تفهم شغله. نعم. انا ماني متطفل واني شحاد انا ايه؟ انا كرامتي اهم شيء بالعالم باللي يسترك ستر كرامتي ما بتسمح لي اغطس بالوسخ تضرب انت وكرامتك انت مسح لحظه انت والكرامه لحظه 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 مش لكرامته شو عم تقول شو عم تقول باللي يسترك ستر انت وكرامتك عم تقول لي الي هالحكي اي نعم انت قد هالكلمات هون اي نعم ما ليك ليك مسيو تبوني تحتم حالك بس استاذ بقدونس اذا بتريد ولك انت تبوني فتوش حي الله بقدونس عمل معروف ولك خيار انت بلزقك كف بلزقك بالحيط لك احترم حالك بعد كم احترمك بين الناس انا يا عيب تفو عليك يا عيب الشوم عليك ولي معقم عم اقول لك معقم اذا بعلي تفوق انا فريق يا بوليس لا يا بوليس مرحبا سيدنا اهلا في شاب هون قال بيمثل بده يكب حاله بالبحر وبده ياني ادفع له 5 دولار بس دولار؟ ايه عم ببرعت هيك وبيبز عيونه لبرا 5 دولار ايه ب 5 دولار 5 دولار ليبز عيونه لبرا ايه ويشك بالبحر ايه طرقك منيح ب 5 دولار انشقت حيله راسه 3000 3000 ادفع له شو اكثر من هيك واذا بدك شيء عيط لي 5 دولار ال 5 دولار 5 دولار وحياة الله هدول بالمنطقة هون قرطة مجانين فيش واحد فيهم طبيعي بست يخرب بيتك بس بسك حي ان شاء الله بس شو هاد طمخك ليه؟ شو هي؟ لحجر؟ شو هي؟ معانا رامبو انت راح البوليس؟ رامبو راح البوليس؟ ايه راح البوليس ايه لحظة شو حط ايدي معك؟ لا لحظة ايه خذ وقتك خذ وقتك لفلينا لحيا فلين ليه عم يعمل ليه؟
جربتنا بهدلك دور تقول انه فلان بهدلتنا عامل لي اياها يا بابا المدرسه هيك خلص وحياتك وحياتك كرمالك كرمالك لك واخر سعر اخر سعر 5000 لك حاجه قال البوليس 3000 اكثر من فرانك ما بدفع بدك تفل لك لا يا اخي لحظه ما بتوفي وحياتك ما بتوفي لك شو ما بتوفي 3000 قول انت لو والله ما بيصير هيك ما بعرف في تقدير للفن ولو ما بعرف في تقدير ابدا للفن لك اي فن منهم هيدا للفن لك هيدا فن تروح تغرق وتكب حالك وتصير برعيط شوف يا استاذ صدقني صدقني وحياتك رح تنبسط كثير انا رح انبسط كثير وراح وخاصه لما بتشوفني كيف عم بفطس عم شو تفطس عم بفطس تفطس إيه. يلا لا روح لا لحظة 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 شوف ايه قبل نسيت اقول لك شغلة ايه نعم بس تشوفني عم بغطس تالت غطسة ايه تالت شو؟ غطسة غطسة ايه يعني لما بلش افطس ايه بلش شو؟ تفطس افطس بتقوم بتعيط لافتر الفتر حنيانوس اوكي لمين؟ لافرتن يانوس الفتر حنيانوس لك خلص فنتر يانوس هذا هو لك مين جاب لك سيره الفنتر يا حبيبي الفتر يا حنيانوس فلتر يانوس خلص لك يا خي فلتر يانوس مش هذا اسمه يعني حدا جاب سيره الفلتر هون ولا انت عم تقول لي فلتر يانوس لك مين قال لك فلتر يانوس انت قلت لي فلتر يانوس لا انا قلت لك فلتر يانوس لك ما تعمل مثل مرتي بس عم بكف عنيك ها ها بو عليك فلتر يانوس قال الفتر حنيانوس يا حبيبي بتعيط له شو اسمه؟ حنيانوس الفتر حنيانوس الفتر حنيانوس الحمد لله ولا ما بدها شيء بعرفها الحمد لله الفتر حنيانوس ايه شو هو هذا الفتر حنيانوس؟ هيدا بيكون مساعدة بتعيط له لأنه يلا مهضوم يا هالنكتة لو شو باكلة؟ بتضحك هذا الله خبرني وحده غيرها بشرفك لانه ما بعرف اسمح اهبل العاطفي وحياة الله اهبل يلا يلا شو حلوة راح يتشق بالبحر ما بيعرف يتسبح وبيعمل ايه اهبل عادل ايه شو اهبل يا حبيبي ما هو المشهد لازم يكون طبيعي اذا ما بتمثله طبيعي ما بيطلع طبيعي ليش انت طبيعي ليك اذا بتريد خليك باحترامك عرفت كيف هلا انت ما تخاف 3000 حترجع تعطيني يوم بعد ما اغطس او لا ليش هلا باخذهم منك دغري أوكي. دغري بس اغطس عرفت كيف أوكي. وبعدين ما تنسى تعيطي تعيطوا لهذا الفتر حنيانوس موجود بالمطعم بس تعيط له يا بتعيط له ايه بتقول له يا الفتر حنيانوس بقوم هو شو بيقول لك ها بقوم بفز لعندي مش بفز لعندك ايه بفز لعندي وبيخلصني ما تخاف اوكي على شو هو بده يخلصك لك بده يساعدني لك بده يخلصني انت يلا انجويت بعدين ليك ما تخاف بس اذا بتريد بعد ما خلص بتقوم بتجيب لي زبونات شو بتجيب زبونات حبيب قلبي يلا ها هدي هدول 3000 ليره يلا هاتهم طيب شو الزب معك انا هاتهم تفضل هيتهم حبيبي هيتهم لحظة شوف إذا عم تعدهم ها 3000 كلهم شو بدهم عاد 2000 دولار طرقته بخمس ليك ما تنسى على ثالث غطسة بتعيط لألفتر حنيانوس بس قبل أول غطسة بدي فوش إيه طبيعي إيه تاني غطسة بدي مفوش ايه ثالث خطصة بدي بلش افطس هون بتعيط له لالفتر حنيانوس حنيانوس دغري برد دغري برد بيجي بيشيلني مثل السهم بطير ايه بعرفه بعتمد عليك ها ولا اوعك دخيلك يلا لا بتروح علي لا لا يلا ها يا اخي شنيتي نطلع لنط زحك زحك على الضوء مش قشعك بيغرق هاي تاني غرقة هاي التالتة يلا تنعيط له لا شو اسمه؟ فلتريانوس شو قال لي اسمه؟ حفتريانوس؟ لا شو حفتر؟ فانتر لا شو فانتريانوس؟ فلتر لا شو فلتر سيارة هو هذا فلتر مي فلتر شو اسمه؟ ليش ذكرني باسمه؟ اختفى
مات غرق راح. ما كان لازم اعطيه 3000 ليره. اني اغرق مش طبيعي المشهد. شو طبيعي؟ خلينا نشوف كم مرة ضحك الفريق المساند لنجوم الليل. منشوف سوا. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشر مرات وبقي برصيدهم $1200. فادي حستك في شي بدك تقوله؟ لك يا عيني ما ينبسطوا كتير، هيدا غرق ولا لنغرقهم كلهم، خصوصا هيدا راسك لبوسو. انت هلا فرجيك، هلا فرجيك، هلا رح نرد عليهم نحن بستاند اب. بدو يقوموا من الموت، هذا بدهم يغرقوا من الضحك، والله بدو يغرقوا من الضحك. زقفي لرن هالستاند اب، هيدا اللي بدو يقوم فيه هلا هو الكوميكاز توني كانوز. يلا توني، يلا يلا يلا. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. اهلا، ثانك يو. رح خبركم اليوم عن الفرق بين الجيل القديم وجيل جديد اللي هلا نحن عايشين فيه، عصر التكنولوجيا، عصر السرعه. اليوم نحن مثلا بيبي اول ما يخلق من بطن امه ما بعرف ليه بصيروا يغنجوا باسامي حيوانات، ملاحظين هذا الشيء؟ وقت يكون بيبي صغير بوجري افوسا بوجري بصير غير هيك، بصير خدوده هيك يصيروا. بيكبر شوي بوجري يا بوبي، بيكبر كثير بصير يقولوا له قوم من قبر يا حمار، صارت الساعه 12 وبعدك نايم، قوم اعمل لك شيء بينفعك. والغزل، الغزل من ايام زمان الرجال كان يغازل المرأة مثلا يصفقها بيت لبيت شعر لابو نواسي كرسحة، بس اليوم كيف صار يغنجها؟ كيف صار يغازل فيها مثلا؟ صار عنا طريقة مثلا بتحسوا الوظاوز كترانية بهالايام، بتكون البنت قاطعة الطريق مثلا بيقول لها واو حرف عطف. بس بتكون ياي حرف جر. لا في منهم بيقولوا يا ويلي شو طايمة يا ويلي. مرة قطعت بنت ما بعرف ليه، حبيت انه يكون وزي لفترة، قلت لها جماله، طلع في الشاب اللي وراها قال لي مرسي عيونك الحلمين. من بيت كيروش. بعدين الجيل القديم كان جيل وقح، مثلا بي يعلق مع ابنه مثلا يقول له وقت اكون عم بحكي معك نقبر حط عيونك بالارض ولا؟ اليوم مثلا البي بيكون علقان مع ابنه، وقت اكون عم بحكي معك بتطلع فيي وخليني بعت لك مزبوط وشيل عيونك بالواتساب ولا الله. جيل الواتساب نحن. بعدين الجيل القديم، جيل قديم كان جيل كتير كريم، بس لما بتفوتوا على البيت بتلاقوا المفتاح بقلب الباب، بتفتحوا بتفوتوا بتلاقوا السفرة تمام كله كومبلي. نحن اليوم كمان جيلنا بعده كريم. هديك اليوم شاب صاحبي مثلا اشترى تليفون ب $1500 بعده لليوم بيعمل لي مست كل. مش بس هيك، شو نحن علقانية كمان جيل كريم، يعني بنحط المفتاح بالباب بس بتفوت على البيت ما بتلاقي في شيء. منيعه التكنولوجيا. لا هذا شاب رفيقي عن جد بعده بيعمل مسكه لليوم يعني. وكان اجمل شيء مره قال لي نزل معي بدي شرج ايام، نزل قال له شرج لي ثلاثه خميس. ايام زمان الجيل القديم مثلا كان بده يفزعوا الاولاد يقول لهم شش هلا بيجي الضبع، شش هلا بيجي الكلب بياكلك. اليوم صار مثلا بده يفزعون شش اجى الكهربجي. تسكت ضغط. من ايام زمان كانوا يحضروا مسلسلات عن جد الى قيمه، كانوا يحضروا ابو ملحم على التليليبان، اليوم صاروا عم يحضروا ابو ملحم على التليليبان كمان اعاده. بعدهم عم بيعيدوا. خلوكم هيك بسيطين مثل الجيل القديم. الجيل القديم كان عن جد كان عايشين على الطبيعه، متجانسين مع الطبيعه، بتحسون مريم نور يعني، فايتين بقلب الطبيعه، طالعين من قلب الطبيعه. جيل اليوم نحن جيل عمليات البوتوكس والتجميل والنفخ والشفاف، مزبوط معلوم مزبوط كله هيك شفاف، ما بتعرف اذا هيدي على قصة دبور ولا بوتوكس. وبعدين البنات بلبنان شو قصه هاللحميه معكم؟ لقطين كلمه لحميه بس. بنت رفيقتي عملت عمليه تجميل لمنخارها، كان بيجي 3 بـ4 زبطت وصار هيك ريترو، قلت لها شو هي؟ قالت لحميه. ايه لحميه. رفيقتي الثانيه كمان كانت من هون فلات، اجت عملت عمليه، قلت لها شو هي؟ قالت لحميه.
خلص ما ليه؟ ايه هذا ريمو عمل لحميه لهيديك حطون لهيك بشيلوا ايه ريمو عمل لحميه بتقرن ها ريمو مزبوط لحميه عمل لحميه لانه منخاره صار ثلاثة يعني بأربعة مش معقول يكون ابشع من هيك منخار ليه راسك لموت بس اجمل شيء اجمل شيء كانوا عن جد يشوفوا حالهم فيهم الجيل القديم وبعضهم بيسبقونا فيه هن الاغاني كانوا عن جد مثلا يصفقوا غنيه للام يقال هو يا ست الحبايب نحن اليوم هديك اليوم عم بسمع على الراديو هس امك نايمه هس اختك نايمه مش عم بمزح هو مزبوطين هس عمتك نايمه الحمد لله ما قال هس بيك نايمه ثانك يو يا جماعه مثل العادة توني بس ريمو عن جد عمل لحمية لأنه كبر مورم عدوا معي كم مرة ضحك الفريق المساند لنجوم الظهر مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسع مرات وبقي برصيدهم مبلغ $100 إذن الفايز معنا الفريق المساند لفريق نجوم الليل يلي بقي برصيده $1200 مبروك الربح وما بعرف إذا ملاحظين إنه جيلبير بيشبه كتير 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 الفنان الكبير جوزيف عطية بس ما تفكروا خلصت حلقتنا وخلص الضحك هون لأنه مثل ما عودوكم أصحاب ومعدي برنامج كوميكاز نبيل عساف وجسكار لحود عنا دايما فقرات جديدة بالبرنامج وهدفها أكيد أنه الضحك يزيد الليلة رح تشوفوا معنا فقرة كومي أبخو مثل ما اسمها بدل فهي بتعتمد على التمثيل الارتجالي والله برافو شو بكون مستغربين لا والله بتصدق ما انتو كوميكازيين يعني انتحاريين بالكوميديا وما بتعرفوا بكل حلقة شو رح ينطلب منكم من أمور غريبة ولهالفقرة قررنا نختار ثلاثة من نجومنا بالبرنامج ولو كانوا نجوم ليل أو نجوم نهار رح اختار فادي شو هالحديث فادي انطوانيت ايوة انطوانيت وسعد ايوة تفضل لعندي يلا تفضل لعندي هلا تفضل كان لازم بلش معك سعد لان انت بتوصل مؤخر ايه انا جيت هلا سريع ها اسرع من هيك ما رح يصير نيجي كلنا قوم قوم لعندي قوم لك عايزك كلمتين عدنان نعم طلبوا مني أعمل معك حوار سريع بتزبط لك ما ماشي سريع ما بيمشي الحال يعني بدنا نعمل دورة قالوا لي خلص الوقت ما هو بعد الدورة بنعمل فحص وبعد الفحص منشوف النتيجة وبعد النتيجة منقرر طلعت لحيتي رح يبرموا ثلاث دواليب وبدكم تنطلقوا من ثلاث صور يلي رح يطلعوا لكم عشوائيا لترتجلوا مشهد كوميدي ما تعطلوا هم انتوا قدا وقدود وقدود خلينا نشوف سوا يلا نشوف على الشاشه هاتلنا نشوف اوف شو هاي شي حلو شو عنزه هاي عنزه معزية يعني عنزة ايه وفي عنا هونيك قاضي او قاضي وفي عنا محمود سجين محمود سجين ها شي حلو انا بدي القاضي انا باخذ العنزة رح نروح مع بريك قصير لتفكروا وتركبوا مشهد وبحب خبركن انه عندكن عدد كبير من الاكسسوارات الخاصة بالبرنامج يلي بتقدروا تختاروا منها شو بنسبكن للمشهد كومي بريك وراجعين فينا شو حضرات الكوميكازيين جاهزين؟ ايه امر على طول الله يستر اذا انت معنا نحن على طول جاهزين الحمد لله بس لحقتوا تحضروا حالكم بتصدقي بصدق الحمد لله تفضلوا المسرح لكم خليكي خليكي خليكي
بينعم عليك هيدا كل الضيعه بتعرف انه بيجوا مع المعزيات وبيعمل اشياء معهم. سيدنا فيني دافع عن حالي؟ تفضل. هذا اللي واقف هون هذا واحد كذاب. لانه انا بعيني شايفه عم يلعب هو والماء. ما هو على مين؟ عندك اثباتات؟ طبعا. تفضل. ثلاث صواعير بيشبهوا. سيدنا فيني لحظة سيدنا لحظة. لا بصير عم يحكي مع معزية. لا سكر سكر عم يحكي مع معزية. سيدنا هيدا ابن عمي كان عم يتصل فيي. كان عم بيقول لي انه بدك تعمل فحص الدي ان اي لتعرف اذا بيشبهوني ولا بيشبهوك. ما في داعي اعمل فحص الدي ان اي اشوف. شفتيه معزي هو اللي طارق شك انا علقته. شفت يا سيدنا. طيب لحظة، هو عنده ثلاث سواعير بيشبهوك. نعم. طيب أنت شو عندك دليل إنه هو عامل شيء عم يعمل؟ ابعتي ورا أمهم وشوفيها بتشبه ولا لا. ولو بالعلم. إذا هيك جيتوا على المحل الغلط، نحن هون ما بنتعاطى شؤون عائلية. طب هلا شو بدنا نعمل يعني؟ هلا شو هيدا؟ بدنا نحطهم الحبس ولا نحطهم جناية الحيوانات؟ أنا ما بقدر أحكم هلا إذا ما نحطه بالحبس أو بجناية الحيوانات قبل ما يطلع فحص الدي إن إي تبع السواعير الصغار. بس بقول لك إنه 90% الحق عليه وأنت بتربح الدعوة، لأنه مش لأنه لابس زيبرا، لأنه تيس. أنا شايفتكم اتحمستوا وما بدكم تخلصوا. لا ولكن بعد طويل، بعد في طويل كتير. طبعا هلا بتيجي ستة وشوفوا شو عامل مع ستة. خلينا نطلع على الشاشة لنشوف تقييم المعدين. هات لنشوف التقييم. يا سلام. عن جد انكم كوميكازيين وبتستحقوا كل تقدير. زقفة كتير كبيرة لكم. حلوة الكرسي، هات نقعد. كل الحلقة واقفين. بنهاية هالحلقة بشكر كل الكوميكازيين يلي شاركوا معنا الليلة. فادي شربل، أنطوانيت عقيقي، ريمو صليبا، دلي الحلو، سعد حمدان، وتوني كيروز، منحبكن كتير. كومي باي.